عثرة الوالد، عندك فكرة عنها؟ مصطفى مختار ولا هذا في عمر؟ سمعت ولذلك انا كنت احتاج شغلات وانا اختمها من ابو حيدر، اختمها انه كان مختار عن اللاجئين. مختار المسلمين. مختار عن اللاجئين يعني. مختار رام الله والقضاء. المكتب مختار المسلمين قضاء من قضائه ومختار. كان بس انا بعرف لما بدي يكون شغله اروح اختمها منه. طب يعني انا بس على اي اساس انتخب او عين من المختار؟ هو زي ما تقول جمع توقيع استدعاء بالظبط. جمع توقيع راح لفها اصحابه كذا كل واحد انه بدنا يكونوا بدهم كانوا مختار. جيبونا يا جماعه مين بده يصير مختار؟ مين بترشحوا؟ احنا اعمالنا معطله وكذا ولا يوجد احد من يمثلنا وبدنا فلان الثاني يمثلنا. واحد يمثلنا فجاب كل التوقيع القسيه وهال بالظبط. وابوك الله يرحمه كان على علاقات جيده مع كل الناس مش بس كفر عامه، بعض عامه غير كفر عامه. انا بعرف ان الناس كلها هي جميع ما عنده كلها الطبع والناس اللي ما عنده محيطة. الله كأنك انت يعني كان ما تفرقوش يعني. ايه؟ تعرف شيء ده جدا ممتاز ولا يعني من الناس اللي محبوبة. مع انه بينك وبينه وبين 10 سنين. اكثر اكثر من 10 سنين. لا لا انا جيل محمود مش بجيله. نعم محيطة من البلد كبير ما شاء الله. بس هو نفسيته شباب يعني. شباب. مش يعني عنده فقط. ولا ببين. الوالد عمره ما بين سنه كبير. ضعيف شخصيته ضعيفة ومالحة. مالحة جدا. وده كان دائما محبوب يعني. كثير محبوب يعني. كل الأهبال كانت تحبه. الشيخ الأهبال كان يحبه والناس يحبه. والطالع والناس لازم ما يلعنه بحبه. من كثر ما لسانه صايب. وعنده أبدا هسه خان يحطه بريك الشاي ويعمل الشاي عنده. كل شيء عنده. يعني أنا أكثر واحد عشت بين الشباب يعني مع الوالد. في الشيء المناسب يعني ما كان يهمه يعني مناسبة كهالي بلد مثلا في الجبل زور في ريحة عقبة الجبل فلا والله إلا يكون يحضر في زواج في في حالة مطلوب من القدام اللي بيعرف العادات والتقاليد كويس وكان يقوم فيها مش من الشباب تاعون اليوم اللي بيهموش الشغلات كلها لا انت متمكن مع يعني في ذاك الوقت كان صعوبة التنقل يعني ما كان عندهم سيارة ولا لا لا الا مواصلات صح بس ما كانش يهمه ابدا الوالد ما كان يهمه لانه بعث الاصول مش زي اولاد اليوم لا اليوم بغطش واحد بشبوك لا كان الله يرحمه ممتاز كثير كثير يعني يعني اذا من الشخصيات اللي بدها تنذكر في الكتاب يعني ان شاء الله ربنا يجيب الفكرة الله يسلمك يا رب